بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. عزيزي تعالى نتكلم شويه عن تصريحات رينالدو بيدروس مدرب المنتخب المغربي للسيدات. يا اسطى رينالدو بيدروس المنتخب المغربي للسيدات اتكلم على دعم ملك المغرب الملك محمد السادس للمنتخب المغربي بعد الخساره امام المانيا. بص يا اسطى، انا عارف ان انت هتقول ان يا اسطى ملك المغرب هيهتم بالمنتخب المغربي لكره القدم للسيدات في كاس العالم. اقول لك يا اسطى بصراحه، بعد اللي انا بسمعه عن ملك المغرب وبعد اللي انا شفته ممكن اي حاجه تحصل من ملك المغرب. انا عن نفسي لسه عامل رد فعل على فيديو وهو بيمارس رياضته المفضله جيتسكي في البحر قدام الناس عادي جدا، قدام المواطنين في المغرب عادي جدا. شفت فيديو لناس راكبين عربيه وبيشاوروا له وهو بيشاورهم عادي، وشفت ان الدنيا في المغرب عادي جدا ما بين الملك وما بين الرعيه بتاعته في الملك في المغرب. فالواضح ان المغرب كل حاجه فيها ممكن تحصل، يعني كل حاجه فيها ممكن تحصل. انا عارف ان انت تاخد كلام بيدروس وتقول يا اسطى الراجل ده بينقع، بس في ناس عايشه في المغرب وفي ناس بتدور ان هي تتفقد الاحوال بالنسبه للمغرب وتشوف الكلام ده حقيقه ولا لا، هتفهم ان الكلام ده وارد جدا. بيدروس بقى قال لك في الندوه الصحفيه بعد المباراه: التاهل شيء رائع للغايه، جدلت الملك محمد السادس سندنا بعد مواجهه المانيا وظل يدعمنا، وهو ما اعطانا القوه لنكون اول فريق عربي يتاهل لهذا الدور. تاني وثالث ورابع، الراجل قال كده في المؤتمر الصحفي بعد المباراه. هل الراجل كان مطلوب منه ان هو يقول كده؟ لا، هو الراجل كده كده صاعد وما كانش مطلوب منه ان هو يقول حاجه زي دي، واعتقد لولا ان حصل موقف مع بيدروس زي ده ما كانش هيطلع يتكلم عليه. مباراه المانيا كانت استثنائيه لانها كانت مباراه افتتاحيه ضد فريق مبرمج على الفوز فضلا عن امتلاكه التجربه، ونحن دخلنا لهذه المنافسه لاول مره، وكانت هناك مشاعر كثيره لذلك خسرنا بنتيجه كبيره. واحده من الحقائق، منتخب المغرب فعلا كان خايف ماتش المانيا. لم نستسلم، حاولنا اللعب بشكل سريع لصالحنا، وبما انه في دور المجموعات دول 3 مباريات بدانا التحضير للمباراتين امام كوريا الجنوبيه وكولومبيا لنقلب الموازين بعدها وتحقيقنا لهذا التاهل التاريخي راجع الى انه نستحق ذلك. دي حقيقه، انت عملت ماتشين حلوين جدا وعملت ماتش سيء جدا. الماتشين الحلوين الكفه بتاعتهم هي اللي تترجح للامانه على الكفه بتاعت المباراه السيئه. منتخب المغرب عمل مباراتين حلوين جدا ضد المنتخب الكوري وضد المنتخب الكولومبي خلوه يستحق ان هو يتاهل، ولكن هذا البيدروس انا بقول له والنبي ركز الماتش الجاي، ركز وبلاش تهبط، ركز وبلاش تهبط، ما تجيش الماتش الجاي وتقول لي حنان ايات الحاج رجعها من الساك تاني، مش ناقص وجع دماغ وسيبنا في حالنا. الله يهديك، خليك انت بنفس الشغل، المساك مساك والباك باك، وامانه عليك حاول تحل مشكله ان في 3-4 لعيبه بيروحوا يضغطوا على حامل الكوره. حاول تحل الحته دي، في الحته دي في الناشئين وفي البراعم بتشكل ازمات كتير لبعض المدربين وبيكون في لعيبه فاضيه كتير، فانت معلش يعني بتلعب فريق اول وفي كاس عالم ودور 16 وبتعمل تاريخ، حاول تشتغل على الحاجات البسيطه دي. نتمنى من الله سبحانه وتعالى انه يوفق هذا البيدروس قدام رينار. يعني سبحان الله يمكن يا اسطى يطلع عبقريه من جواه ويقدر ان هو يعمل حاجه قدام رينار. انا عارف انه خد احسن مدرب في اوروبا في كره القدم للسيدات، وبتمنى له التوفيق ويطلع احسن مدرب في اوروبا وشخصيه احسن مدرب في ماتش المنتخب الفرنسي. وبخصوص موضوع الملك، انا عن نفسي مصدق الروايه. انت عايز تصدق الروايه صدقها، مش عايز تصدق الروايه براحتك.